قدمت اليوم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية، حيث تحدثنا في العديد من القضايا التي تهم بلدينا. بين الجزائر وبنغلاديش علاقات ممتازة ومتميزة، ومهمتي اليوم هو العمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها بالعمل سويا. وقد تلقيت في هذا المجال دعما وتشجيعا من السيد الرئيس على العمل في هذا الاتجاه هنا في الجزائر.